بعدين هلا لما توقف الحصان دون صوت حتى، بس وضحت له اني بوقف فيديو جسمه وقف على طول، فمرات يوقف اسرع من الكاع اللي متوقعها، يعني كاع قبل اسرع معطي امر واضح، حتى بس لاحظ يدك وجسمك انك تتوقف وقف بسرعه، حتى في الاوضاع عالي تحس انك ما يقدر توازنك، لكن باختصار تستطيع تمتص اللي سواه عن طريق دقه يدك، فهو كاع بسرعه قبل ما تبغى يكيع، مواكبتك الصحيحه له بتخليه ببساطه يخفف كاعته او يخفف قوه الكاعه، او تمتصها عن طريق انك تخليه يمشي قدام، تخليه يستمر في المشي ثم توقف وقوف كامل. فاعلم الحصان زينا خايف من هذه، وانا وازنه ادق ريوس عليها بسهوله، ولا استطيع اقول لا، مع انه مو متوقع الرد هذا كامل، قصدي يد واحده اللي اعود عليه وقاعد اعلم هي انك توقعت او ما توقعت اللي انا ابغاه بسهوله اقدر اخليك تسويه، لكن انا قاعد امشي شيء وراي فما اخذ راحته بالارضاء، اقوم اثناء ارضائي لي، طبعا حصان موزون عارف انه مره، اثناء ارضائي لي انتك، هو قاعد يرضي، لما انتك اقول لا تبالغ في الارضاء، لا شو يسوي، خليه يصعد خليه يقاوم، فاثناء ارضائه لما اعطيه سبب انه يقاوم، هو يعرف الخدعه، يعرف انه اذا قاوم مثلا لك بيفحج محله، فيقوم بدال ما اثناء ما هو مرضي استفزيته بالند بردده فعل حمقاء تلقاه يرضي زياده، تتفاجئ انك لما انتقته هو مرضي بدال ما يقاوم يرضي زياده ويقلل الخفه الزياده ويقلل التفضيه، فيصير الحصان يسوي عكس اللي تتوقعه بسبب دقه اليد. فانا ناوي اكيع بس ما بعد اعطيت امر واضح، وقف قبل الامر الواضح، فقط وضعيه جسمك ومواكبتك توضح اني ما كنت ابغى اكيع الكعه ذي، فاثناء الكعه القويه يزيد شوي عدلك او يوازن جسمك، زي العكس لما يحاول ينطلق ترده يرجع لك وما ينطلق ثبتك، العكس صحيح لما يحاول يوقف انت ما اعطيت امر او اذن للوقوف، مواكبتك الصحيحه له تخليه يتحرك شوي ثم يرجع يكيع، يوزنك الحصان عن طريق وزنك له تحتك.